السلام عليكم، شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. كنتمنى ان شاء الله بليده تكونوا على خير ان شاء الله. كي دايرين مع هذا الشتاء؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ بدا البرد كيتحرك، الحمد لله الحمد لله. دونك البنات، شحال هادي ما درت شي روتين معكم، شحال هادي ما طيبت معكم، شحال هادي توحشنا هادشي. انا بعدا شخصيا توحشت هادشي. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي ندير معكم واحد جوج حليوات خفاف ظراف زوينين، كيجيو زوينين بنان، في متناول كل واحد يمكن لهم يديرهم، ساهلين ماهلين ورخاص ماشي غاليين. كيف ما كتعرفوا دابا ما بقيناش كنبغيو كنقدروا على داكشي ديال زعما، صراحه كلشي اللي كتهضر معاه نفس البرانسيب نفس اللوغو. كيف ما كنقول لكم هذاكشي ديال اللوز ما تنقدروش عليه، ما يعني كيجينا شويه اللوغو ديالو كيجي مجهد، هادشي اللي كاين. كنبغى نفضل انا بعدا شخصيا كنفضل الصابلي، كنفضل الحوايج اللي بسيط اللي بسيط، كنفضل ريشموند. في الحقيقه كنت غنصاوب ريشموند ولكن ما بقيتش عندي الكوك ما فيه اللي خرج. هادشي اللي كاين مره اخرى ان شاء الله باذن الله. دونك درت هاد جوج شكيلات، واحده مالحه واحده حلوه. المهم راكم عارفين المائده ديال الافطار. بغيت غير باش نتمنى لكم بهذه المناسبه عيد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والعافيه، ومش كتمنوا بالرزق طلع مر باي حاجه زوينه كتمناوها، تشوفوا وليداتكم كيبغيتوا ان شاء الله باذن الله. كاينين الناس اللي غادي يلقى في الكومونتير يقول لك لا حنا ما كنحتفلوش به، لا انا كنحتفل به. انا شخصيا مولفه في دارنا كيف ما كنت صغيره، حلينا عينينا على عيد المولد النبوي. الناس كاينين الناس كيقولوا ذكرى المولد النبوي، كل واحد شوف جميع اراء تحترم، انا كنحترم الراي ديالكم. حتى نتوما كنتمنى نلقى في الكومونتير ديالكم شنو هو رايكم، شنو البنات اللي كيقولوا، كاين اللي كيقول ذكرى، كاين اللي كيقول عيد العيد المولد النبوي. حنا نهار اللي حلينا عينينا كنا كنقولوا العيد المولد النبوي، لقينا الوالدين كيحتفلوا به، لقينا الوالد سوقتو هذا العام اللي خصنا نحتفلوا باش نبينوا للناس اللي راكم عارفين هادشي اللي واقع على النبي صلى الله عليه وسلم، باش نبينوا لهم اننا كنبغيو النبي ديالنا، باش نبينوا لهم بزاف ديال الحوايج. دونك سوقتو هذا العام. المهم انا كيف ما قلت لكم حليت عيني على هادشي، كنبغي حتى وليداتي يبقى هادشي عادات تقاليد، اي حاجه كيف ما غادي تشوفوها نتوما كيف ما غادي تعتبروها. المهم انا كنبغي وليداتي كيف ما انا حليت عيني عند والديا، حتى وليداتي بغيتهم حتى هما يحلوا عينهم على هادشي. كيكون فطور كنجمعوا، كنمشيو عند العائله، كنمشيو عند الوالدين، كنمشيو عند كنتلاقاو سورتو في عند الوالدين وعند الوالدين ديال الزوج ديالك. هادشي اللي كاين. دونك ان شاء الله مالوغوزمون ما نقدرش نشارك معكم مائده الافطار لان غدا العيد ما عنديش كندير، ولكن غادي نشارك معكم في انستغرام. لذلك كنقول لكم تشاركوا معايا في انستغرام باش تشوفوا اي حاجه كتحطها سناء بطبيعه الحال. هادشي اللي كاين. دونك ان شاء الله دابا غادي ان شاء الله ندوزو باش نصوبوا الحليوات ديالنا الساهلين ماهلين، اللي كنقول لكم في متناول الكل. دونك خليكم معايا، اللي انتريسي بهذا الفيديو خليك معايا. دونك البنات غنبداو بالمقادير. عندنا 150 غرام ديال الزبده، عندنا بيضه، عندنا كاس ديال سنيده، خنيشه ديال الفاني، جوج معالق ديال بودغ ديال الحليب بودغ الحليب اون بودغ، جوج معالق ديال النشا، وقبيصه ديال الملح بطبيعه الحال، والطحين اللي غادي يجمع لينا. دونك دابا البنات غندوزو لطريقه التحضير. دونك البنات غندوزو لطريقه التحضير. هنايا عندنا الزبده غادي نديروها بطبيعة الحال، راه غادي نخدمو بيدينا. غندير هنايا سنيدة، وغندير سكر كلاصي، وغنحاولو نخدمو الزبدة. الزبدة تكون درجة حرارة المطبخ صافي، نحاولو نخدمو حتى تولي بحال البوماد، عاد نزيدو داكشي لاخر اللي بقى لينا. صافي ملي كنحسو بهذاك السكر داب وكنحسو بديك الزبيده حتى هي ولات بحال البوماد، كناخذو البيضه ديالنا، غناخذو الملحه كي صافي، وغنبقاو نزيدو الطحين بشويه بشويه حتى نوصلو للمبتغى اللي بغينا.
دوك البنات كيف ما شفتوا معايا هي ملي كديروا بحال هكذا كتشوفوها صافي يعني كتجمع صافي كتعرفوها بان الناس نتو هي دغيا كتجمع دايور لانها كتجي هشه ورطبه. صافي غادي نحاول ان شاء الله نديروها ناخذوها هكذا ونوريكم الطريقه الاولى نحاولوا نديروها. المهم غادي نحاول نديروها حريبلات على حسب نتوما شنو التقاده اللي بغيتو. المهم يكونوا مقادين دونك صافي غادي نحاولوا نقسموها باش يجيونا قد قد. دائما كنقسمو من الوسط باش يجيو هكا قد قد. صافي وغادي نقادوها بحال هكا. المهم ديروا الرق اللي بغيتو. غادي نديروها في الطاوه فوق منها بابي سوبريزي المهم حاولوا تقادو اللي بانت لكم شي حاجه ما مقاداش. صافي وغادي نستمر حتى نكمل الطاوه ديالي. الفران راه شعلتو على 180 درجه 180 درجه لتحت والفوق. دونك البنات كنحاولوا نديروهم قادين وماكسيموم راكم عارفين. صافي دابا غادي ندخلها الفران تتبان لي تحمرات وغادي نخرجها ان شاء الله باش غادي نزينها. دونك البنات غندوزو للمقادير ديال الحلوه اللي مالحه. غادي نحتاجو شويه ديال فرماج شيدار نحتاجو شويه ديال فرماج موتزاريلا الطحين اللي غادي يجمع 150 غرام ديال الزبده واحد ثلاثة ديال الفرماجات سواء 40 سواء 30 اللي عندكم واحد شويه ديال الثومه بودره نص معلقه نص معلقه ديال التحميره فيومي نص معلقه ديال الحار هادو كلهم على حسب الذوق مليحه وباكيه ديال الخميره. دونك البنات غندوزو لطريقه التحضير. دونك البنات غادي ناخذو الزبيده ديالنا طبيعي الحال ديما اللي ديدات غنحاولوا نطلقوها. انا مازال عندي شويه قاصحه مي غنحاول نخدم عليها عطاوها شويه ديال البنيات. هذه هي الطريقه باش تذوب دغيا. ايوا واش غندير هذه هي الحلوه ديال الدقيقه 90 هي هذه ديال سناء. مليحه ثومه بودره وثومه فيمي ثومه بودره وتحميره فيمي وتحميره الحاره. صافي ملي كتحسوا بهم تخلطوا ورجعوا على شكل بوماد صافي كتبداو تزيدو الطحين بشويه بشويه. نزيدو شويه ديال الفرماج والاخر غادي نخليو حتى نديروه من الفوق. صافي البنات هنايا حسيت بها بان صافي تجمعات مزيان. صافي كتحبسو من الطحين. دونك البنات غادي نستمر غادي نحاول نديرها كويرات على قد هاد الشكل حيت مازال غادي تنفخ وكل واحد يدير على حسب اللي بغا. غادي نكمل حتى نكمل الطاوة ديالي
ندخلها حتى هي الفران، قبل ما ندخلها الفران راه مازال غادي ندهنها بيد البيض ونرش عليها الفرماج. دونك البنات كناخذوا الصفر ديال البيض كنحاولوا ندهنوا هاد الكويرات ديالنا من بعد ما كنقرصوهم واحد شويه بيدينا باش نحطوا فوق منهم الفرماج كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. صافي وكنحط الفرماج صافي وغندخلوها الفران طيب ونخرجوها. دونك البنات هي كملتها غادي ندخلها الفران نشعل عليها التحت والفوق درجه الحراره 180 طبيعه الحال. صافي غتبان لكم تحمرات صافي وغادي تخرجوها ان شاء الله. دونك هنا غادي نديروا بان ماغي ديال الشوكولا غادي نذوبوها. غناخذوا الشوكولاط اللي بغينا غنديروا معاه تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت العاديه صافي ونخليوه يذوب. دونك البنات هنايا كيف ما شفتوا معايا راه ذوبت هنايا الشوكولا. هنايا خديت شويه ديال الكاوكاو اللي شديته وحمرته وطحنته في الثيرموميكس غادي نزيدو على الشوكولا مقدار اللي بغينا ما عندناش زعما شي مقدار محدد. صافي غادي ناخذو الحليوات ديالنا ونغطسوهم في الشوكولا صافي نحاول نحيدو داك ليكسي ديال الشوكولا ونحطوها فوق بابي سيكوريزي. صافي نخليوها تتبرد. صافي حلوه ساهله مهله كتجي لذيذه. دونك غادي نستمر انا البنات تنكمل هاد الحليوات. او نتلاقى معكم. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هما الحليوات ديالي وجدوا كيف ما كتشوفوا حطيتهم على هذا الشكل. طبيعه الحال المائده الرمضانيه المائده ديال الافطار ان شاء الله غادي نشاركها معكم سوغ انستغرام ان شاء الله باذن الله الا بقينا بالعمر غدا ان شاء الله. دونك هذه هي الحليوه كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل كنحاول نزومي لكم باش تشوفوا كتجي زوينه ولذيذه وهشه هذه كتجي. انا المهم المقدار اللي قلت لكم راه درت شي حاجه قليله اللي غتكل ديك النهار فقط ما عندي لا داعي باش نديرها في الكونجيلاتور. وهذا الشيء اللي كاين البنات كنتمنى ان شاء الله من تشوفوا هاد لا فيديو ديالي تنوضوا دغيا ما عندكمش ما كامله حتى ساعه ونص باش صوتهم ساهلين ماهلين وتفرحوا بها الوليدات ديالكم في الفطور وصافي. هذا الشيء اللي كاين. دونك البنات شكرا لكم على لانكم جلستوا شفتوني وكملتوا لا فيديو ديالي. شكرا لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحيحه والعافيه وباش كتمنوا ان شاء الله تفرحوا بوليداتكم ويا ربي بعد علينا هاد الوباء ويحيد علينا هاد الشيء كامل باش نعاودوا ان شاء الله نعيشوا حياتنا كيف ما كنا كنعيشوها من قبل. شكرا لكم على الدعم شكرا لكم على الكلمات الزوينه شكرا لكم على القليبات شكرا على اي حاجه كتحطوها في حقي هلا يخطيكم عليا. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.